صباح الخير على كل مشاهدي ومشاهدي، معاكم من كفر الشيخ محمد مختار صحفي بالموقع. يقول المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق الله العظيم. النهارده مطبخ الخير في محافظة كفر الشيخ عامل الغدا فوسفور، سمك بوري ومكرل، وطبعا اصناف كتير من الاسماك موجوده، مقلي ومشوي وكله ببلاش لوجه الله. هنتعرف على يعني قصه مطبخ الخير اللي كل يوم بيفاجئنا، يوم لحمه، يوم سمك، يوم فراخ، طبعا على كل شكل ولون. هنتعرف ايه قصه مطبخ الخير في محافظه كفر الشيخ اللي اسعد اهالينا واخواتنا ب يعني وجباته الشهية اللي محدش ممكن يقدر يعملها النهاردة. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح الخير. الحمد لله والله. إيه الأخبار؟ والله الحمد لله، شكر لله. كل يوم بتفاجئنا بسمك مشوي، سمك مقلي، رز صيادية، خمس أنواع رز، خمس أصناف. والله يا أستاذ محمد، هو خير رب العالمين، لم ندفع جنيا واحد. تمام. لم ندفع جنيا واحد. يعني ما شاء الله، كل مكان اروح انتم مجمع البرعي، او انا اقول لهم ده للطبخ للايتام، الاقي سبحان الله تبارك الله حتى التجار نفسهم بيتفاعلوا معانا، اقول له خد وفرح الناس وخلي الناس تدعي لنا. والله يا استاذ محمد، امس دابوري، دابوري البحر الابيض المتوسط اللي هو اصح غذائيا من بور المزارع، اللي بياكل عفوا دجاج منافق وما الى ذلك. حتى تاجر البوري امس اللي هو من دمياط لما عرف ان احنا مجمع البرعي رعانا في السعر، وقال خلوا الايتام بس يدعوا لي ويدعوا الاولاد. ما شاء الله يا استاذ محمد، شايف يعني البوري ما شاء الله. القصه مش قصه سمك، لكن القصه قصه فراخ ولحمه، وكل يوم بدأ تجديد، حاجات جديده. احنا كنا من 3 ايام عاملين من تراث الاباء والاجداد عليهم رحمات رب العالمين، الفول السيده زينب المسمى به يعني، والعيش الرح، ما شاء الله يعني لاقى صدى واسع. وبنقول احنا يعلم الله لسنا الا مكان وكف، لم ندفع جنيها للآن. استاذ محمد، انت يعني انا شايف حضرتك ممكن تقضيها سمك مشوي بس، اللي هو زي، انما حضرتك بتزوق الحاجه او بتجرنشها زي ما بيقولوا عشان خاطر يعني انت عايز الشكل يبقى كويس في النهايه يعني. والله يا استاذ محمد، احنا بنقول احنا بنعتبر نفسنا، شايف السمك يا استاذ محمد كله زبدية زي ما شاء الله، السمك هي اكتر بنص كيلو، ما شاء الله. بنقول يعلم الله، بنقول هو فضل رب العالمين ثم فضل اهل الفضل اللي جادوا باموالهم. اول ما لقوا الصوت والصوره يا استاذ محمد، ليس هناك ابلغ من الصوت والصوره وحبنا ودعمنا. الحمد لله. والله يا استاذ محمد، من بعد الفجر صلينا الفجر واحنا الان قفلنا اهو ما شاء الله الوجبات. سمك المكر اللي هو يا استاذ محمد اللي هو معدي 220 جنيه ده الكيلو، اللي هو الناي مكر الاصلي، لقيت برضه صاحب محل هنا رعانا وقال ما دام انتوا الايتام الله يبارك لكم. طب انا عايز اعرف يا استاذ محمد، كل اسره ليها وجبه من زي من ايه من دي؟ يعني حدد لي كده الوجبه بتاعت الاسره دي. عفوا بقى، مبروكه احدث انتاج مزارع المبروكه طبعا المعدله، مفيش سل ولا كلام من ده، كان عيوبها. وطبعا فاجئنا الولد وقال لي على الاسم، قال لي المبروكه الاصح اللي بيبقاش فيها عيب سل وما الى ذلك، عيوب يعني بتتعب حلق الاطفال وما كده. قال لي على اسمها، سبحان الله احنا لسنا الا سعر. احنا الحمد لله النهارده اربع اصناف اسماك اهو ما شاء الله، ده مشوي، ده البلطي، وده المبروكه، وده المكرل، وده البوري. وده البوري طبعا. احنا مستمرين شغل بقى في الفرن، لسه قدامنا، ده لسه قدامنا لان الكميه ما شاء الله كبيره. وقلنا بقى نجيب معاهم برضو، نفتح نفس ابائنا وامهاتنا والاسر المتوفه طريحات الفراش، تعمل بالبنجان. البنجان ده طبعا ده هياخد نقطتين ثلاثه زيت ويدخل الفرن عشان يكون صحي. مع كل وجبه ان شاء الله بيكون مثلا بنجانين من دولت او حاجه. احنا بنجتهد يا استاذ محمد يعلم الله، لسنا الا مجتهدين وكفى. وبنقول هو حبنا للخير ودعم ربنا لنا سبحانه وتعالى ثم دعم اهل الخير، ما كان لنا ان نقف ولا ناتي اليوم من الفجر، والله من بعد صلاه الفجر والله. المطبخ ده مستمر بقى قد ايه يا استاذ محمد؟ يعني احنا كده يعني المجهود كبير جدا. دي حاله رز صغيره، نوع ثاني من انواع، هم خمس اصناف رز. طب افتح لنا كده الحاله الرز الثانيه دي كده. هذا رز بالصلصه، وده رز بالبصله، ما شاء الله تبارك الله. لسه ما استواش طبعا. لا ده استوى، احنا شغالين بقى. ده استوى خلاص. رز مستوى يا استاذ محمد، ما شاء الله استوى يعني جاهز للاكل. هنعبي على طول ونغلف بعد التصوير على طول.
ما شاء الله. شوف الاسماك يا استاذ محمد اللي ما شاء الله كلها خير ما شاء الله تبارك الله. الله تبارك الله. حتى الرز العالي ما شاء الله. قول لي يا استاذ محمد ده رز بالبصل وده رز ايه؟ ده رز عادي اللي هو يعني ايه واخد صلصه خفيفه يعني. تمام. وده يعني رز ايه ده؟ ده بقى رز بالشبت. وده اصح انواع الرز يعني اللي هو مع حضرتك ده. طبعا في بعض الناس فاهمين ان انا طبعا طبخ على ما على ما تفرج ولا بعض اصحاب التوم. لا انا ما بقولش بابا وماما. احنا هنشوف الوقت احنا هنشوف الوقت. الرز اهو ما شاء الله تبارك الله. ايه رايك بقى؟ ما شاء الله. ايه رايك بقى؟ ما شاء الله. انفع ولا ما ينفعش؟ لا تنفع طبعا. شامم الريحه. شامم الريحه اهو. ده شبت وكزبره. والله لو الصوت يتكلم او الرائحه تتكلم عبرت. الحل هي ما شاء الله. ده بصله وتضرب الشبت اللي هو الحباش بلغتنا مع جزء من الجرجير الاخضر. ده غذاء صحي او رز صحي للبطن مع بصله نيه مع زيت نظيف. تحط بقى كمون وكزبره وما الى ذلك. انت مدلع الناس خالص. لا ده يكفينا دعوه يا استاذ محمد. والله والله لما تشوف اهالينا والناس الطيبين بيدعوا لنا. بس احنا عايزين البعض يلتمس لنا العذر. البعض فاهم ان احنا بامكانيات الدوله. احنا بنقول والله لسنا بامكانيات الدوله. احنا لسنا الا مجتهدين. يعني النهارده اقدر احنا لسه هنحسب مثلا 150 وجبه. لما نقول كل بيت وجبتين يا استاذ محمد 75 اسره. والحمد لله احنا ماشيين بدايه البيانات. المستهدف قد ايه؟ عملتوا قد ايه من رمضان؟ اعتقد انه تخطيتكم الشرعي. احنا كل وسائل التواصل الاجتماعي تشهد للمكان بفضل الله وبكل تواضع. اهم حاجه كل تواضع. فخطينا ال 12,000 وجبه. يعني احنا بدانا من سبتمبر 23 وبدانا ببيض ومكرونه. واهل الخير لما لقوا العمل مستمر ليه ما تتوسعوش؟ ليه ما تجددوش؟ قلنا يا جماعه وبكتب على وسائل التواصل والله وبتصل باهل الخير. شوف لنا يا حاج فلان شكاره رز عشان الايتام يدعوا لك. الناس بتفرق. الحمد لله يعني. الحمد لله. استاذ محمد الرسول عليه الصلاه والسلام قال الخير في وفي امتي الى يوم الدين. يعني الموضوع الرسول عليه الصلاه والسلام لا اكيد ده اكيد. وليس يعني منا من بات شبعانا وجاره جاء هو يعلم. يا استاذ محمد يا رب يحمي مصر واهلها وشعبها وجيشها. لما الاقي اللحمه ب 400 جنيه، السمك البلطي 100 جنيه و110، البوري 130 جنيه و140 جنيه. احنا الحمد لله بنقول لسنا الا مجتهدين. والحمد لله كل انسان بيساعد بياخد ايصال. لان احنا مجمع البرع الخيري لمجمع البرع الخيري الايتام ببيلا. احنا مجمع مشهر وفي ظهر الدوله. اولادنا بتتابع من جميع اجهزه الدوله وبيدعمونا. وكان عندنا اجتماع من فتره مع نائب السيد المحافظ كفر الشيخ وبيقولوا شدوا الله يعينكم. احنا الوجبات دي يا استاذ محمد الوجبات ديت طبعا معموله طبعا صدقه. يعني امس اخ فاضل قال لي يا استاذ محمد اعمل لي صدقه جاريه على روح جدي الحاج درويش 60 وجبه والحاج عبد العزيز شعبان وما الى ذلك. فلوس يعني الناس يا استاذ محمد بتتعاون متفاعله يا استاذ محمد متفاعله. بنقول لم ندفع جنيها واحد. لسه معايا مبالغ للاطعام ان شاء الله مستمره شهر او شهرين او ثلاثه كمان ان شاء الله. طيب ممكن تعمل صنف واحد رز يا استاذ محمد ده بكام؟ لا 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 لا. ايه الحكمه برضو يعني وضح لي ايه الحكمه؟ الحكمه اصناف رز ممكن اللي خد مره رز بالشبت ده هياخد مثلا رز اصفر المرات، هياخد رز بالبصل، هياخد رز صيادية. حابب انه ما يبقاش عمل تقليد. لا 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 يا استاذ محمد القضيه مش افتح واخذ خرطوم الميه وحط شويه رز ويلا كله يشرب وينطل ولا مؤاخذه. لا 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 يعلم الله بندوق. يعني لما تشوف ربطه الخضار دي بكام عشان نجيب ربطتين ثلاثه خضار عشان نطلع الحله ديت تصرف كام؟ بس اهل الخير اللي مفوضين المكان. طب نقول يا جماعه نعمل ايه؟ يقول لك انتوا لكم مطلق الحريه. الخير موجود وخلي ابنائنا الايتام والامهات الارامل يدعوا لنا. ليس هناك اعظم يا استاذ محمد والله من مسح دمع الطفل. ان شاء الله احنا مستمرين. احنا والله لما نشوف ده يا انا من فتره انا مدمن سمك. انا والله وبصدق عشان اجيب مجموع في الثانويه العامه الوالده الله يرحمها كانت تعمل لي سمك ورز الصبح. سمك والله ورز. اكل سمك الصبح مقلي ومشوي عشان اجيب مجموع في الثانويه. ولذلك انا مدمن سمك جدا. يعني مستعد بتغدى واتعشى سمك. بس انا اول ما لقيت السمك ده اهو مش طباخ اصلا. اول لا انا اتعلمت الطبخ في الكويت. انا كنت ساكن مع ايرانيين ولبنانيين هم اللي علموني الطبخ والله. وهم دايما لهم حكمه شهيره بيقول العين قبل التم بتاكل. يعني العين الانسان البصيره دي قبل البطن بتاكل. يعني النظر. ولذلك احنا بنقول لما نيجي لي وجبه عليها الجزر ده مع المقبلات مع الكلام من ده انت عايز الحاجه تروح هناك. الحمد لله والله شكلها لطيف شكلها والله يا استاذ محمد لو علم اصحاب المال تاني المال والعقارات والذهب والفضه
وأصحاب المناصب الزائلة ما نحن فيه من دعوة أم أرملة باكرة تجد الطعام لأبنائها لا سبقونا إلى هذا العدد. أموالنا لبعدنا أولادنا هيرثوها، لن يبقى إلا هذا العمل، لن يبقى إلا هذا العمل. يا رب يبارك لكل اللي يمسح دمعة يتيم، يا رب يبارك لكل اللي يساعد أم أرملة باكية لا تجد الطعام لأبنائها. إحنا بندعو الجميع، مطبخ البرعي ببيلة مستمر، عندك بطاطس هات، عندك رز هات، عندك لحم هات، عندك فراخ هات، عايز تعمل وجبات في ايصال نقدي بتاخد بالايصال ده، والمستفيدين عايز توصل للناس ان انا هنا بعمل الخير صوت وصوت وحابب ان انت تشارك معايا. والله الستين وجبه جايين امس يا استاذ محمد، نفذت اليوم وكتبت على وسائل التواصل امس. أيوة. جاءنا 60 وجبه صدع على روح الحاج درويش والحاج عبد الشعبان بدون ذكر اسامي معلش. فاحنا بنقول كل يتحفز وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يا رب عين وبارك وسعد كل اللي يمسح دمع الطفل اليتيم في هذه الحياه الصعبه، عين وسعد كل اللي يدعو لعمل خيري منظم كهذا العمل، مصداقا لقول اليتيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من اتبعه، لا ينقص من اجورهم شيء. عينا زي ما احنا شايفين مطبخ البرع الخير النهارده، يعني انا ليه بقول كده في بيلا بيعمل رز وسمك النهارده الغدا النهارده فوسفور، خمس اصناف رز. سالته قلت له انت ليه ما عملتش نوع واحد رز؟ قال لي يعني مش هجيب خرطوم ميه على شويه رز وافتحهم، الناس حابب يودي الحاجه اللي هو بياكلها للناس كده. يعني شايفين ما شاء الله تبارك الله السمكيه نص كيلو. طيب انا نسيت اسالك يا محمد، الفرد له وجبه يعني سمكيه من دي وطبق رز؟ احنا من خلال قاعده البيانات ماشيين بسيستم الحمد لله. ولانه النظام خيري جديد وعمل جديد بنجد بعض الصعوبات، والبعض بيزعل والبعض بيعاتبنا، ولكن احنا بنقول يا جماعه دي اموال ناس، ناس بيحلفونا، بتعطوا بما يرضي الله للناس ولا بتجاملوا؟ بنقول يعلم الله. يعني الفرد له وجبه سمك، وجبه سمك وطبق رز اربع مرات ويجي ياخد مره ثانيه، واحنا بنوصل له ليه؟ حتى نقدر ان احنا نساعد اكبر قدر ممكن من فضل رب العالمين. زي ما شفنا كده يعني الغدا النهارده فوسفور في محافظة كفر الشيخ تحديدا مدينة بيلا، المطبخ ده مستمر على مدار الشهر، يوم سمك يوم لحمة يوم فراخ، زي النهاردة كده ما شفنا الغدا النهاردة سمك مشوي وماكريل مقلي يعني أصناف كتير من الأسماك، حتى البلطي المشوي ده بالإضافة إلى البرنجان يعني بالبلد كده مقبلات. حابب يعمل حاجة عظمة في محافظة كفر الشيخ، موجود المطبخ على مدار الشهر. بس محمد سؤال أخير، لو أي حد جالك ومحتاج الوجبة دي تديها له ولا لازم قاعدة البيت؟ لا طبعا بنعطي، بس بحيث ما يكونش خد قبل كده عشان نعطي المجال لغيره. وصل. وبنبحث عن حالات جديدة ليست تابعة للجمعيات الخيرية، يعني احنا دايما بنقول يا جماعة افيدونا على الخاص باماكن اهلنا الطيبين، يعني واحنا بنوصل بنوصل لهم بنفسنا، معنا توك توك خاص بالمجمع بيوصل بنفسه ان شاء الله لاهلنا المتعففين. ده كان لايبنا من كفر الشيخ، كان معاكم محمد مختار صحفي بالموضوع.